السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبيبي؟ عاملين يا رب يا جماعة تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة فيديو مهم جدا، بس قبل ما نقول الفيديو بتاعنا بيتكلم على ايه النهاردة، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعونا ان شاء الله رب العالمين. بص بقى حبايبي، احنا عايزين نعمل وصفة علف بتاعتنا احنا، تبقى مخصوصة لنا احنا. احنا بنعملها عشان احنا عارفين ازاي نغذي سيورنا. زي ما انت يبقى عندك البيبي الصغنون كده وبتقعدي تفكري هتغذيه ازاي، لما بيوصل 4 شهور نجيب الرز ونفرمه ونعمل ونعمل، زي ما بنحاول نغذي الطيور البيبي بتاعنا ونخليه مخلبص كده وصحته حلوة، الطير نفس القصة. لازم نلعب معاه ولازم نخليه بإذنك يا رب، بإذنك يا رب صحته حلوة، وفي نفس الوقت شايل لحم ويبقى معايا زي الفل وينتج لي. ولو كان مشروع ربنا ايه يكرمنا جميعا فيه ان شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان احنا عندنا وصفات هايله، لو احنا عملناها في بيوتنا اقسم بالله احنا هنبقى ما اقولكوش. هتقولي طب ما انت يعني ما انتش عندك مزرعه ولا حاجه، هقول لك لا، انا ظروفي على قدها، انا بجيب حبه صغيرين بحبه صغيرين، يعني انا بكلمكم بصراحه لحد ما ربنا يفرجها عليا وباذن الله ان ربنا يعني ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوسع الجميع، هعمل حاجات كتير لو ربنا اراد ان شاء الله. عايزه اقول لكم بقى على حاجه، لان ما ينفعش نقول هعمل، انا لازم اقول ان شاء الله رب العالمين، والمقدر مكتوب والحمد لله رب العالمين على كل شيء. انا عندي لكم وصفه النهارده هايله جدا، وصفه تكوين علف. يعني ايه يا بت يا بطه هتكوني علف؟ اقول لك اه بقى، عايزين نعمل اكله كده ان لما توظبي عليها لمده 10 ايام شوف البطايه تبقى عامله معاكي زي الخروف ولا لا. هتقولي لي اقول لك لا، البطايه اللي انت شايفاها دي هشيلها لك اوزنها لك على الميزان، ما يغركيش، دي كبرت وهي لسه ما نطرتش ريش، دي تقيله اسم الله عليها. عايزه اقول لكم بقى ايه الوصفه اللي احنا هنعملها النهارده. بصوا يا جماعه، انا ناقله لكم ايه الدنيا عندي هنا. اول حاجة ده بواقي قلي سمك على بطاطس، اي قلي عندك انت بتجمعي، انا بجمعه كده تمام. ادي اول حاجة. تاني حاجة ده جير، الجير المطفي ده يا جماعة ده كلسم للطيور بتاعتك، ما تخافيش، ادينا حاطينه قدام بعض، ده كلسم للطيور بتاعتك. طيب الارضية دي يا جماعة ايه؟ ده جزر، جزر مبشور، انا قعدت بشرته، ادي الجزر والجير، وهنا قشر البرتقال، وانا لا يمكن احط اكل من غير قشر البرتقال. الاخت اللي هي قالت لي ان البطاط بتاعتها ما بتكبرش، حبيبه قلبي اعملي الوصفه اللي بقول لك عليها دي، حطي حطي الجزر وحطي قشر البرتقال بشوريه زي ما انا بشراه كده خلاص، وحطي حبه الجير، هتحطي حبه الجير قد ايه؟ يجي ايه كوبايه الميه، حطي ربعها كده. اول حاجه عملناها. طب هنكسر البيضه دي ليه بقى؟ يبقى انا حطيت بروتين كده للطيور بتاعتي، الطيور بتحب البروتين يا جماعه، بتحب الحاجات دي لانها من الحاجات المغذيه. ادي اهي، انا بس بعمل بسرعه علشان ما اطولش عليكم في الفيديو. طب يا بت يا بط هتعملي ايه تاني؟ هقول لك نعمل ايه تاني. لحظه لحظه، الازازه هنا طبعا اللي قلنا عليه اهو، بواقي اي حاجه عندك في البيت، بواقي بتقلي بقى بفتيك، بتقلي بانيه، بتقلي سمك، حطي كله. والزفاره على فكره حلوه قوي للطيور، بتشجعهم على الاكل، والاكله دي اكله جباره، هتخلي الطيور بتاعتك طيران، غذاء رهيب. شفتي قلبي كله، هنوقف على كده يا بت يا بطه؟ لا طبعا، هحط بسم الله، هحط حبه شطه، والشطه دي اهي أساسية علشان الديدان، مفيدة جدا لصحة الطير. اهي هنعطل بقى ولا ايه؟ لا عملتها بسرعة عشان ما اعطس. هنحط ايه تاني يا بطة؟ هنحط بقى، عندك فول صويا حطي، عندك فول مدشوش حطي، المتاح ليكي حطي، بس خلي بالكوا الأكلة اللي أنا بعملها عاملاها بالمقدار كده مش كتير،
على قد الطيور بتاعتي هتاكل ايه، لكن انا من الاكله دي ما تنفعش تبات، يعني تكوني مجوعاهم عشان ياكلوا. بصوا بقى، بص الاكله دي اقسم بالله ده انت هتدعيلي. اكله ايه ده؟ كلها بروتين وفيتامينات ومضاد حيوي، وايه بقى القشطه بتاعهم الكبير داخل عليهم الكركم. الكركم يا جماعه من اوبا وشطة، يلا كله الكركم من الحاجات المفيده جدا للطيور بتاعتي. الكركم من الحاجات المفيده جدا للطيور بتاعتي. طب هحط حاجه تانية يا بنتي يا بطه. هحط حبه دشيشه كمان. بالله عليكي لو انت عملتي الاكله دي، حبه دشيشه كمان اهو، اكله مش مكلفه. ده هي اساسها الجزر وقشر البرتقال وحبه الجيري المطفي وحبه الكركم والبضايه، دي اساسي لازم تحطيها عشان ده بروتين. ونختم نقول نحط حبه علف. بصوا قد ايه قشطه عليكي يا بنتي يا بطه. اكله اقسم بالله من الاخر، حاجه كده بقى دلع ومنجها، وهياكلوا ويدعونا ان شاء الله. وحبه بقى مسحوق سمك، ده بتجيبيه من العطار، بتجيبيه من العلاف. انا بصوا بجيب واحطه في البرطمان عندي، دي حاجات الطيور حاطه لها برطمانات عندي، دي لوحديها. بصوا بقى بالله عليكي، دي اكله، دي أكلة إيه؟ دي أكلة يعني. بص بقى أما نحطها بقى للطيور بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله. بصوا الأكلة عاملة إزاي. هتقولي لي يا بنتي يا بطة أنت بتأكليهم جير؟ أقول لك لا، ده خلي بالك، ده الجير ده كالسم للطيور بتاعتك، أوعي تبخلي عليهم بأي حاجة. الجير ده احنا بتبدريه في الارض تحتيهم، خاصة الفراخ، احطه للفراخ. هوريكم عندنا الناحية التانية في فراخ بتبيض، الفرخة اسم الله عليها، الله اكبر. بنحط رملة في الارض وبنحط جير وبنحط نشارة، التلاتة مع بعض والطيور تنقر. ده مفيد جدا، وخاصة الرملة عبلكوا عليها فيديو ووريها لكم، وانا باكلها حتى للكتاكيت بايديا. الأكلة دي أكلة جبارة. إيه رأيكم بقى في الوصفة الهايلة دي؟ إيه رأيكم في الوصفة الهايلة دي؟ حط لهم كمان شوية على بتاع الشيشة. إيه رأيكم في الوصفة الجبارة دي؟ دي وصفة يا جماعة مهمة قوي تعمليها للطيور بتاعتك، لو استمريتي عليها فترة اتفرجي شوفي الطيور هتبقى عاملة إزاي. بصي الأكلة دي أكلة من الآخر، قش برتقال مع جزر مع حبة جير مع حبة علف مع حبة دشيشة مع حبة فول، عندك فول صيا حطي، عندك فول مطشوش حطي، مع معلقة كركم، مع حبة الشطة، مع مسحوق، اللهم صل عليك يا نبي، مسحوق السمك ده بيتباع عند العلافين وبيتباع عند الناس اللي بتجيبي منهم العلف من العطارين عندهم، مع بواقي القلي بتاعك. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ايه الاكلة الجبارة دي؟ ايه الاكلة الجبارة دي؟ ايه الاكلة الجبارة دي؟ دي اكلة بصوا بالله عليكي هتلاقي احسن من كده وصفة تعمليها للطيور بتاعتك؟ مستحيل، مستحيل. بصي البط الكبير مش بيخليه ياكل، مستحيل. الأكلة دي أكلة مهمة جدا للطيور بتاعتك، استمر عليها وشوفي الطيور هتبقى عاملة ازاي. أكلة مغذية، اصنعي العلب بتاعك بنفسك. بصي أنا عملت لهم خلطة العلب بتاعتي كلها فيتامينات، خلطة من الآخر. ولا أجدع مزرعة تعملها، يعني ولا اجدع مزرعه تعملها. قولي لي في اكتر من كده احطه ايه تاني؟ في اكتر من كده ايه؟ انت حاطه على فوتشيش وفول وجزر وبطاطا، اوعي ترمي بالذات قشر البرتقال ولا قشر الرمان
ولا اي حاجه اللي انت تفكري انك هترمي رني عليا وقولي لي اعمل في ايه يا بنتي يا بطه. هقول لك اعملي كذا. مخلفات البيت بتاعتنا بيصنعوا منها حاجات كبيره جدا وبتغذي يعني. بصوا الطيور، بص الطيور بتاعتي انا، بص الطيور اللي هي بقى. لا بص على فكره مش عايزه اقول لكم بقى لها بقى كام يوم، بص في الفيديوهات وراجعي وانت هتشوفي الطيور دي بقى لها كام يوم. بصوا عامله ازاي، بص اسم الله الكبيره عامله ازاي. دي الكبيره دي كبيره، دي معديه يعني، ده لسه ما اوزن لكم. بس ايه اجيب الميزان عشان هو مش تحت ايدي دلوقتي عشان اوزن لكم البط. الاكله دي بتخلي البطايه تفرد. بصوا اكله مغذيه جدا. اصنعي طيور، اصنعي العلب بتاعك بنفسك. اللي حتى البيضه، البيضه اوعي ترمي قشر البيض. مفيش حد في الدنيا يا جماعه ما بياكلش بيض، قشر البيض. انا حتى البيضه صحيحه، انتي جمعي قشر البيض وكسريه وحطيه في قلب الاكل. الطيور، الطيور بتحب الفيتامينات يا جماعه، انتي كده حطيتي فيتامين. تخيلي الاكله دي جباره. اصنعي علفك بنفسك وغذي طيورك بنفسك زي ما بتهتم باكل ولادك، اهتم باكل الطيور بنفس الطريقه. هتغذيهم وهيبقى ليكي نظره وهتقولي ايه اللي بيغذي وهتعمليه لهم. انت لوحدك لما تقعدي تفكري، حتى لو وقفت عند الخضري ورميتي عينك كده على كذا حاجه بتغذي، قولي كده يا بنتي يا بطه صح، عندك كلامك صح. جيبي كل الكسر اللي عنده وحطي له الطيور بتاعتك، وعليهم حبه علف، وعليهم حبه دشيشه. اضحكي على الطير واتفرجي عليه. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم وتشتركوا في قناتي. واللي عنده اي استفسار يقول لي بص اصل البطه الكبيره معجبه بالاكله وهي اول ما تشبع هسيبهم يا عيني وهم يعرفوا ياكلوا. انت الطفصه دي مش مخليهم يا عيني يقربوا، هم عايزين ياكلوا. واتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واللي عنده اي استفسار يقول لي، ولو اقدر اجاوب على اي حاجه بجاوب. ربنا يا رب يبارك لي في عمركم. الوصفه دي هايله جدا. اصنعي علفك بنفسك بمزاجك بمقاديرك، اوعي تخافي من الجير. الجير يا جماعه صحي، بس احنا مش بنحط شكار الجير، انا بحط مقدار كوبايه على كل الوصفه اللي انتوا شفتوها دي. بس يعني عارفه كوبايه المي، مش كوبايه المي الكبيره، كوبايه الشاي الصغيره اللي انت بتحطيها حطي ده كالسيوم وحاجات. كل اللي انا حطيته حاجات مفيده جدا ومغذيه، وحطيها بنسب انت كمان. بصي انا مش بحب اللي يقعد يقول لك 100 جرام سكر و100 جرام دقيق و100 جرام ملح و100 جرام، ما بحبش كده. انا بحب اوايم الحاجه بعناية، اشوف المقادير اللي يصلح للكميه اللي تتحط، حطيها بمزاجك. هتبص تلاقيكي ظبطت الدنيا وبقيت زي الفل. واتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم وتشتركوا في قناتي ان شاء الله، واسيبكم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.